الحمد لله. اول شيء كنهنئ هذا الجمهور هذا اللي حضر اليوم وساند الفريقين، لان كان المباراه في المستوى، لكن كما شفتوا المباراه كانت قويه، لان عرفت نديه كبيره، خصوصا انا مباراه ديربي ومعروف على مباريات الشباب والاتحاد دائما كتعرف نديه كبيره. يمكن نقسم المباراه جزئين، جزء استغل فيه فريق شباب محمدية المباراه وسيطر، وجزء ثاني الاتحاد المحمدي لعب بشكل كبير واستغل النقص العددي اللي كان عندنا وسيطر على المقابله لكن بدون خطوره. حنا جاونا فرص كثيره تسجيل، يمكن جوج فرص اللي ضيعوا من المهاجمين ديالنا، لكن الحمد لله ركزنا في ضربات ثابته اللي عطات الاكل ديالها واستطعنا باش نحافظوا على النتيجه رغم النقص العددي. الحمد لله كنهنئ فريق الاتحاد المحمدي على هذا المستوى اللي قدم اليوم، لان بكل صراحه المستوى اللي شفت اليوم فريق الاتحاد المحمدي ما كيعنيش ان الرتبه قبل الاخيره اللي كيحتل كتعني المستوى ديالو كيستاهل ما اكثر. فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، كما اتمنى اللاعبين ديالو يبقاو مركزين ان شاء الله ونبقاو محافظين على التركيز ديالنا والتواضع ديالنا في باقي المقابلات ان شاء الله. شكرا.